السلام عليكم، كديري؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم نلقاكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله في احسن الاحوال. وكيف ما وعدتكم في فيديو ديال برقصة الصالة، قلت لكم اي حاجة زوينة وسهلة وشيوة تنديرها نوريها لكم. علاش لا، جيت اليوم نشارك معكم واحد الكريب رائع يمكن لكم تستعملوه على مالح وحلو بلا ما تبقاو ديروا كريب ديال المالح وكريب ديال الحلو. هاد العجينه ديال الكريب يمكن لكم تستعملوها للمالح والحلو بطريقه سهله ومكونات بسيطه. وغنحتاجوا لهاد المقادير جوج كيسان ديال الحليب، اللي بغى يستعمل كاس ديال الماء وكاس الحليب على حساب اش عندكم في البيت ديالكم. بغيتو تستعملوا جوج كيسان ديال الحليب استعملوهم، جوج كيسان ديال الدقيق من جوده مزيانه فورس الابيض، جوج بيضات، واحد شويه ديال الملح، معلقه كبيره ديال السنيده، وجوج معالق ديال الزيت. اللي بغى يعوض يدير معلقه ديال الزبده وديال الزيت ولكم الاختيار. انا ديما تنجي لكم شي حاجه هي سهله اللي موجوده في اي بيت ولا يمكن اي مره تصاوبها. وان شاء الله نمشي نوريكم الطريقه. هما المقادير، خويت جوج بيضات درتهم في هذه الكاسرونه ونزيد عليهم داك الحليب. معلقة ديال شوية الملحة ومعلقة ديال السكر ونحركو مزيان. عاد نزيدو عليه داك الدقيق انا ديما تنصحكم تنقول لكم ضروري يكون الدقيق من النوع الجيد البيض الفورس ديال الحلويات. نحركو مزيان باش ما يتحببش لينا. ضروري من التحراك. عاد نعملو في الطحانة الكهربائية، تنطحنو مزيان واحد خمسة ديال الدقائق مزيان باش ما نصفيش. وان شاء الله نمشي نوريكم الطريقة ديالو. خليت واحد 10 دقائق هنا ليا على شكل هاد القهوة، ديرو فوق البوطة. من بعد ما درت ليها دهنت ليها شوية الزيت ودرتها ماشي بوطة مهيلة، فوق شوية مهيلة، ودغيا تيطيب لينا بواحد الطريقة سهلة راه تيطيب لنا دغيا. هاكا نحاولو نوزعوه في المقلة هاكا نخليو، بما نحسو بهاد الجنيبات هاكا تنحسو بهم بحالا تحمرو شوية بحال ورق البسطيلة، وتحيدو من بلاصتو ونعرفو بلي طاب من التحت. تيجي لذيذ بزاف ورائع، وكليكم تستعملوه في الملح وفي الحلو. واللي بغى يديرو في المالح ما يطيبوش مزيان، يخليه شويه ابيض، واللي بغى يديرو حلو يخليه تيتحمر. تحيدنا هاد الجنيبات هما تحمرو راه طاب من التحت، نحيدوه نقلبوه في هاد الشيء. هيا مطابتنا من الجهه الاخرى. هيا هو من بعد درت واحد الزويف باش تنغطيهم باش يرطابوا من الجناب باش يوليو رطبين. ان شاء الله نمشي نوريكم الكريبات. نحاولوا ما نكتروش العجين باش تجينا رقيقه ما تجيناش غليظه، ونديروا القياس على حساب المقله اللي عندكم. هيا ملي تحمرات نقلبوها للجهه الاخرى صافي، نخليوها حتى تتحمر صافي، ونكمل باقي العجين وان شاء الله نوريكم الطريقه النهائيه. الكريبات ديالنا من بعد ما كملتهم كاملين تيجيو رائعين ولذاد وش مكونات بسيط. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه ديال اليوم، راه رائعه يمكن لكم تعمروا بهم المالح والحلو. وتبارك الله النساء المغربيات الجزائريات المصريات كاملين تبارك الله حادقات، يعرفوا جميع الحشوات الداد بمكونات بسيطه في الدار، يمكن لك تخرج حشوه رائعه. وكذلك الماء الحلو يبديسي، انا الطريقه ديالي تنعسلهم شويه ديال الزبده، وعارفين كتعسلوا الفروي بنان تفاح اللي عندكم في البيت ديالكم، وتنزيد لي واحد شويه ديال الزبده، وتندهن هذا الكريبه بالشوكولاط.
وتجيو رائعين، تنديرهم ديسير في السحور، ممكن لكم تشربوا مع عصير مع حليبه. وليداتكم راه غيعجبهم هذا الكريب، رائعين تيجي ولدك. ونتمنى ان شاء الله تبارطاجيو مع اهل الاصدقاء. وتنشكركم بزاف بزاف على التعليقات اللي تكتبوا ليا، والله حتى تفرحوني وتزيدوا تشجعوني نعطيكم مزيد من الوصفات. والله الله يحفظكم، والله يحفظنا كاملين من هذا الباء هذا، والله يبعدوا منا. ونتمنى ان شاء الله نعطيكم مزيد من الوصفات والشهيوات اللي تنصايبهم في داري، نشاركهم معكم بطريقه سهله. ونخليكم على خير في فيديو اخر، وصفه او شهيوه طبيعيه اخرى.